ازاي تعرفي شعرك اكتر تعتني بيه والاول مره يتفرج عليا عشان تقدروا تفهموا انا بتكلم على ايه بالظبط. اللينكات تحت في صندوق الوصف. وقبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وكمان تعملوا لايك للفيديو ده وكمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك هتلاقوا اللينكات تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي الفيديو. الصفات الاساسيه للشعر المنخفض المسامير. طبعا الشعر ده بياخد 5 دقايق بجد لما بتيجي تبليه او بتاخدي شاور او بتبتدي حتى تحطي كريماتك او مرطباتك بتاخدي فعلا وقت طويل جدا، ما بيشربش الميه بسهوله او حتى ما بيشربش الكريمات والمرطبات بسهوله. طبعا دي اكبر عيوبه، بس الميزه اللي فيه ان هو صعب جدا يخرجها، بياخد وقت طويل عقبال ما بيخرج الرطوبه، يعني بيحافظ على الميه والكريمات اللي جواه فتره طويله جدا، ودي حاجه مهمه. من الشعر ده صعب جدا انه بيتقبل الصبغات، لو انت عايزه تصبغي شعرك ده صعب جدا، بياخد وقت جدا جدا. وانصحك لو انت عايزه تصبغي شعرك يا ريت تروحي الكوافير عشان يقدر يحط لك الصبغه المظبوطه ليه، لانه زي ما بيرفض الميه وبيقعد وقت طويل جدا ممكن يرفض الصبغه وكمان ما يقبلهاش وتلاقي شعرك زي ما هو، فتقعدي زعلانه ومتضايقه ان انت جبتي حاجه بفلوس غاليه وما جابتش نتيجه. طيب انا ازاي احافظ على شعري المنخفض مساميا؟ اول حاجه اول ما تخلصي الشاور بتاعك تنشفي شعرك كويس جدا وتبتدي تحطي كريمات بسهوله ضغط كده، تضغطي جدا والكريم يبقى في ايدك وتضغطي عليه جامد جدا بحيث يبقى من الاطراف لغايه بلاش الجذور، نبعد عن الجذور قدر الامكان. الهدف هو تغليف الشعرايه والحفاظ عليها اطول وقت ممكن. منخفض المساميه طبعا ده ما نستخدملوش اي زيت، هو كريمات زي ما قلت، ويا ريت نجيب كل كريماتنا اللي فيها كرياتين، مش الكرياتين الفرد للشعر، لا ماده الكرياتين، الكرياتين جزء من شعرنا بتحافظ على الشعر وبتغلفه، فيا ريت نجيب نقرا على علبه كده واحنا بنشتريها كرياتين او فيها كرياتين، فهتبقى دي حاجه كويسه ليكي وشعرك هيكون كويس جدا لانك بتحافظي على الرطوبه اطول وقت ممكن، ما بتساعدهوش انه يتقصف او يتكسر او يتقسر. طبعا وكل نوع شعر ليه طريقه الترطيب المختلفه. انواع زيوت تقدري اي شعر يستعملها طبعا ما عدا الشعر المنخفض المساميه. منخفض المساميه ده هتلاقي مقصف جامد 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 محتاج كريمات اكتر مش محتاج زيوت. فانا دلوقتي هتكلم على انواع الشعر الثانيه نستخدم لها الزيوت المفيده ليها ايه. طبعا الزيوت دي تتعمل من مره لمرتين في الاسبوع، ويا ريت تبقى مرتين في الاسبوع وحاجه كويسه جدا. والزيوت الخفيفه على شعرك هي زيت الجوجوبا وكمان زيت الارجان، دول اهم نوعين زيت. طبعا تجيبيهم زي ما انت عايزه من اي حته انت موثوق فيها. وفي حاجه انا هقول عليها تعملوها كلكم قبل الشاور لكل انواع الشعر، زبده الشيا تعمليها ماسك على شعرك، زائد انا بعمل السمنه البلدي على فكره لشعري، دي فيها ترطيب عالي جدا جدا جدا، هي زبده الشيا. زبده الشيا دي مهمه فوق ما انتم متخيلين، انا ما كنتش عارفاها الاول وكنت بقول ده اي حاجه وهوا ومش عارفه ايه، طلعت حاجه مهمه جدا للشعر وفعلا بترطب ترطيبها عالي جدا 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 وما بتسيبش اي ريحه. وغسلتي شعرك اغسلوا شعركم بس مرتين بالشامبو بس، لو زودتوا عن كده انت بترهقوا الراس وتغسلوا شعركم الشعر من تحت وتبتدوا اخر حاجه الفروه، يعني مرتين، اول مره بتغسلي الشعر نفسه بتقسميه مرتين وتغسليه، وبعد كده بتطلعي لفروه الراس دي في تاني مره حبه صابون على ايدك كده وتبتدي تعملي الفروه. وطبعا قبل ما بنخش الحمام وقبل ما بناخد شاور طبعا بنكون مسرحين شعرنا، ما بنخش نعقده اكتر، لا بنكون متسرح وخارجين حتى هتسيبيه ينشف لوحده هتلاقيه متسرح، مفيش اي حاجه ومفيش عقد ولا تشابك ولا الحاجات دي كلها. يا ريت نمشي على الخطوات دي هتلاقي النتيجه اللي انت عايزاها والنتيجه المرضيه. وكمان ما تقعديش تجربي انواع الزيوت وزيت جوز الهند والحاجات دي لانها تقيله جدا على شعرك، تقيله فوق ما انت متخيله. زيت الزيتون بيحطوا له الاطراف الناشفه جدا جدا عشان ما تتكسرش، بس انا ما انصحش بيه. عندي زيت الارجان وزيت الجوجوبا دول احسن نوعين زيت وكمان ما فيهمش ريحه. الجوز الهند بيعمل ريحه بعد يومين وحشه جدا، كل شويه تاخدي شاور ما تعمليش كده وما تخليش حد يشمك ريحتك كده، حتى لو لابسه حجاب على فكره الريحه بتبقى قويه جدا، وانا عندي صحابي محجبين، فما تحطيش تقعدي زيت على شعرك وتنزلي وبالنسبه للحر هتعرقي وتبقع على الطرحه، ولو انت بشعرك بلاش شعرك هيتكسر جدا. هو احسن حاجه زيت الارجان وزيت الجوجوبا وتقدري كمان تنزلي بيهم في الشمس لانهم ما لهمش اي ضرر خالص خالص خالص. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وكمان تعملوا لايك للفيديو وكمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك هتلاقوا اللينكات تحت في صندوق الوصف. اقول لكم ايه دلوقتي، باي باي. Bye.